يكون هذا الكتاب الذي يقدم هذا الرائد من دار أيضا عريقة هي دار أخبار اليوم، هذه المؤسسة الصحفية الكبيرة صاحب صحيفة بس الصحفية أيضا، نحن نعتز بأنها تقدم هذا الكتاب عن هذا الرائد الكبير العملاق وهو الأديب الكبير العالمي نجيب محفوظ، وأيضا أستاذنا الكبير نجيب محفوظ هو منارة أيضا ثقافية لمصر تمتد برؤاها من الحضارة الفرعونية في كتاباته إلى تاريخ مصر الحديث مرورا بثورات 19 52 نكسة 67 انتصار 73، وهو أيضا نبوءة إلى ثورة 25 يناير من خلال فلسفته في قيمة العدل، في قيمة الحرية، في قيمة الكرامة الإنسانية، يتضح ذلك في كتاباته الكرنك، أهل القمة، ميرامار، الحرافيش بكل فلسفتها، حضرة المحترم، يعني الثلاثية أيضا. فنجيب محفوظ فنان وأديب موسوعي لا أريد أن أطيل، وإنما يسعدنا في هذا اللقاء أن نلتقي مع شخصيتين متميزتين، الأستاذ الدكتور فتحي هاشم، أما أستاذنا الأخ العزيز الأستاذ إبراهيم عبد العزيز هو أخ فاضل وأديب متميز يبحث عن القيم الإنسانية بكل معانيها، له كثير من الكتب وكثير من الدراسات وكثير من الرؤى الأدبية. الحقيقة أستاذ نجيب محفوظ يعني أنا عرفته يعني في بداية حياتي الصحفية، وبمجرد ما اتكلمت في التليفون قلت له عاوز معاك أعمل معاك حوار، الراجل رحب جدا، ويعني رغم إن أنا كنت لسه ببتدي يعني لسه أول يعني طريق الصحافة فوافق على طول. حقيقة أستاذ نجيب محفوظ لم يكن أبدا يعني يمنع أي حد إنه يتصل بيه أو يعمل معاه حوار، كان يشجع الأجيال وكان يشجع الناس وكان يدفعهم إلى الأمام. أتذكر بعد ما عملت معاه الحوار في جريدة الأهرام الساعة 9 صباحا كان عندي ميعاد الساعة 12 مع الأستاذ توفيق الحكيم، عملت كلهم كانوا في يوم واحد. فأنا كان في قهوة قريبة من الأهرام فقلت أنتظر فيها لغاية ما يجي ميعادي مع توفيق الحكيم. فقلت أدور التسجيل اللي أنا عملته مع نجيب محفوظ عشان يعني أسمعه. فسمعت منه شوية وبعد قليل لقيت الراجل بتاع القهوة بيقول لي ده صوت مين ده؟ قلت له نجيب محفوظ. الله نجيب محفوظ المشاريب عليا المرات لم تزدحم. إلى هذه الدرجة نجيب محفوظ كان واصل يعني للناس البسطاء من خلال أفلامه ومن خلال أعماله اللي انتشرت من هؤلاء الناس البسطاء، حتى أنه حينما حصل على جائزة نوبل كان يقول إن هؤلاء البسطاء هم الذين منحوني جائزة نوبل وأنا مدين لهم بهذا الفضل. فنجيب محفوظ هو ابن الحارة، والحارة كان يعتبرها هي الوطن الصغير مصر وهي الوطن العالمي، لذلك كان أدب محلي إنساني عميق شامل فاستحق بذلك أن يحصل على العالمية. هو 6 سنين ونص فاتوا على وفاته، انا ما بيمرش شهرين بالكتير اللي لازم اتكلم، وكل حلم مختلف عن قبل، وكل حلم يعني نوع من الارتباط الغير مش قادر ابقى اسيبه اللي بيني وبينه. اولا هو تحول بعد ما اقترابي منه على مدى الزمن، مش مجرد ما مجرد ان انا كاتب انا اعجبت بيه او اعجبت بالكتاب او حسيت ان هو بيمثلني عبر عني صوت، لا انا حسيت ان انا لقيت ابويا وصديقي، واكتر حاجه قريبه ليك ايه غير علاقه
صداقه. لان في انا حسيت ان اخويا كبير وابويا ومعلمي من غير ما يوصل وما بيعلمنيش، وفي نفس الوقت حسيت ان الشخصيه دي شخصيه فذه، يعني شخصيه مش بشريه، شخصيه اثيريه. صح التعبير؟ يعني شخصيه لما تحكي عنها الناس بعد فتره هيقول لك الراجل ده خرج وابس صوره من خيال. فنجيب محفوظ يعني كان يعني ملتحما بالمجتمع، ولما قامت ثوره يوليو بطل كتابه، قعد حوالي 5 سنين لا يكتب. وجد ان ثوره يوليو حققت الامان والطموحات التي كان يطالب بها، لان الادب هو مقاومه للفساد واستبشار بالامل واستبشار بالثوره واستبشار بالتغيير والتجديد. فنجيب محفوظ وجد ان الثوره حققت هذه الامال، وبالتالي لم يعد هناك مجال ان يكتب على انقاض العهد القديم. وقال ان الذين يكتبون على العهد القديم هؤلاء الكتاب يعني لا يحترمون شرف الكتاب، لان انا لما انتقد عصر سقط ايه الفايده؟ عصر انتهى، عصر بقى انقاض، هقعد اكتب عنه تاني؟ ما ملوش فايده، مش بطوله.